تفاصيل تخريب سد النهضة، الإعلام الغربي يكشف ومسؤول مصري يفجر مفاجأة، واجتماع عاجل بين الرئيس السيسي ومدير المخابرات الأمريكية بسبب سد النهضة. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وصدمة، تفاصيل قيام أمين شرطة بقتل زميلا له وتحرك عاجل. وصدمة، تفاصيل مصرع شخص وإصابة 4 في اشتباك بالأسلحة النارية في مصر. وللأسف تفاصيل سقوط أولى ضحايا الثانوية العامة في مصر. وأمر عاجل من الرئيس السيسي بشأن الربط الكهربائي مع الدول الجوار. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل 2000 اعجابني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدا في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمه تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدا مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا، واجتماع عاجل بين الرئيس السيسي ومدير المخابرات الامريكيه بسبب سد النهضه. و بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ويليام برينس مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA عدة ملفات بينها سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين مصر والولايات المتحدة وملف سد النهضة. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي استقبل ويليام برينس مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وكذلك السفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي في مصر، حيث شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة، على رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي. المتحدث أضاف أن الرئيس السيسي رحب بالمسؤول الأمريكي وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس جو بايدن، شدد على الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف. مصدر معانا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر إلهام عاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وصدمة، تفاصيل قيام أمين شرطة بقتل زميلا له وتحرك عاجل. بسبب خناقة مع حرس المحكمة توفى أمين شرطة وأصيب زميلا له ومحام، بعد أن أقدم أمين شرطة آخر على إطلاق الرصاص عليهم في محيط محكمة القناطر الخيرية بمحافظة الأليوبية في مصر. وفي تفاصيل هذه الواقعة، أفادت وسائل الإعلام المصرية بأن مركز القناطر الخيرية تلقى إخطارا من مباحث مركز القناطر بإطلاق أمين شرطة الرصاص على زملائه في حراسة المحكمة ووجود متوفى ومصابين، حيث انتقلت الجهات الأمنية إلى الموقع على الفور وتمت السيطرة على الموقف. كشفت التحريات أن أمين شرطة قام بالاعتراض على تحرير زوجته محضرا له بنيابة القناطر، فتشاجر مع حراسة المحكمة وأطلق الرصاص عليهم، مما تسبب في مصرع أمين الشرطة محمد سين 55 سنة وإصابة أمين شرطة محمد سين 45 سنة بطلقة في خده الأيمن، والمحامي إبراهيم قاف عين بطلقة بالكتف الأيمن. وسيطر قوات الأمن على الموقف وتم ضبط أمين الشرطة مطلق الرصاص والتحفظ عليه والسلاح مع استكمال التحقيق في الواقعة. مصدر معنا كان من صحيفة أهل مصر ومباشر الأليوبية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وللأسف تفاصيل سقوط أولى ضحايا الثانوية العامة في مصر. شهدت محافظة المنوفية في مصر سقوط أولى ضحايا الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة يوم الثلاثاء، حيث سجلت حالتا انتحار وشروع في الانتحار بين الطالبات. وألقت طالبة تدعى أميرة من مدينة سيرس اللين بالصف الثالث الثانوي بنفسها من الطابق السادس، وذلك بعد حصولها على مجموع منخفض في الثانوية العامة. وحاولت طالبة تدعى دينا من قرية كفر الخضرة مركز الباجور الانتحار،
حيث أصيبت بحالة تسمم نتيجة تناول كميات من الأدوية، وتتلقى العلاج بمستشفى سيرسلين وجاري نقلها لمستشفى الجامعة. وكان وزير التعليم المصري طارق شوقي قد أعلن أن نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 74% و76% في الشعبة العلمية و70% في الشعبة الأدبية، لافتا إلى أن طلاب الشعبة العلمية في نتيجة الثانوية العامة قبلوا بلاء حسنا. وضح أنه لم يحصل أي طالب على الدرجة النهائية، وأن عدد الطلاب الذين حصلوا على نسبة من 90 حتى 95% في الشعبة العلمية حوالي 20,000 طالب فقط. مصدر معانا كان من صدى البلد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. الواجب على الأهل يعني في هذا الوقت الحالي، الواجب على الأهل اللي عندهم ابن أو بنت في الثانوية العامة إنهم يقوموا باحتواء يعني ابنهم أو بنتهم، لأن برضو كان عليهم ضغط في هذه السنة، لأن تجربة يعني جديدة ولكن مهمة في التعليم في مصر، هي تجربة جديدة ولكن في منتهى الأهمية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وعاوز أقول برضو إن الثانوية العامة دي مش مقياس لنجاح الشخص في حياته، يعني هذه بداية، يعني ممكن النجاح ما يكونش مرتبط بالدرجة العلمية اللي يعني تحصل عليها الطالب، ممكن ينجح في أي حاجة تانية. النجاح في الدنيا مش متعلق بحتة ورقة بنروح نمتحنها ونخش الكلية اللي احنا عاوزينها، الموضوع مش بالبساطة دي، والموضوع أسهل من كده في الحياة العملية فعليا. يعني أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وتفاصيل تخريب سد النهضة. الإعلام الغربي ومسؤول مصري يفجر مفاجأة. قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي لم يكتمل، واصفا ذلك بأنه من حسن حظ مصر والسودان. وأضاف خلال لقائه ببرنامج القاهرة ونسها على شاشة الحدث اليوم أن إثيوبيا لم تستكمل المنشآت الهندسية للسد، فيما مر الوقت سريعا حتى هطلت الأمطار بغزارة وصولا إلى هجوم الفيضان على جسم السد، وهو ما أدى إلى ارتفاع المياه ووصلت إلى قمة موضع الخرسانة، وهو ما أجبر إثيوبيا على سحب جميع المعدات المستخدمة في وضع الخرسانة، وكان ذلك في 18 يوليو الماضي. وأوضح شراقي أن مياه الفيضان عبرت من أعلى جسم السد، فتوقفت إثيوبيا عن جميع الإنشاءات، لافتا إلى أن هذه المرحلة شهدت تخزين 3 مليارات متر مكعب بدلا من 13.5 مليار. ونوه بأن عدم اكتمال التخزين جعل الموقف أكثر هدوءا، لدرجة أنه أصبح كأن التخزين لم يتم من الأساس، وهو ما قاد مصر إلى عدم التصعيد من الموقف بعدما تخيل البعض أن التخزين يمثل خطا أحمر، وانتظروا رد فعل شديد من مصر لكنها تحركت دبلوماسيا. ولفت إلى أن الجهود الجزائرية لحل الأزمة توقفت بسبب الحرائق الشديدة التي تعرضت لها في الأيام الماضية، كما أن الملء الثاني للسد كان ضعيفا، إلى جانب أن إثيوبيا نفسها تعيش حربا أهلية في الداخل. يشار إلى أن منطقة بني شنقول في غرب إثيوبيا أعلنت مقتل أكثر من 170 عنصرا مناهضا للسلام دخلوا البلاد من السودان، وقالت إنهم خططوا لإحداث إرهاب وقتل مدنيين وتعطيل بناء إثيوبيا لسد النهضة. وطبعا زي ما حضراتكم عرفتوا أن الملء الثاني لخزان سد النهضة المياه قامت بنحت جسم السد أو نحت الخرسانة اللي كانوا بيخلصوا فيها، فالأمر أدى إن جسم سد النهضة قل معدل الخرسانة اللي كان فيه أو اللي كانوا ناويين يبنوه. هذا الأمر طبعا كان واضح من حجم الفيضانات الكبيرة اللي حصلت على السودان ومرت على مصر، لكن احنا لم نشعر بذلك بسبب يعني التحكم المصري في مياه النيل وبحيرة ناصر، وإن مصر بارعة في هذا الأمر إنها إزاي تتعامل مع الفيضانات. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام، وننتقل مع بعض
لخبر آخر معانا، وصدمة تفاصيل مصرع شخص وإصابة 4 في اشتباك بالأسلحة النارية في مصر. توفي شخص وأصيب 4 آخرون بسبب اشتباك بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج المصرية، على خلفية نزاع على ملكية قطعة أرض. وانطلقت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الوضع وضبط طرفي النزاع، كما تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق. وتبين أن المواجهة وقعت بين الطرف الأول مبارك عين عين 21 سنة عامل الذي توفى بسبب إصابته بطلق ناري أعلى الركبة اليمنى، ومبارك عين عين 20 سنة الذي أصيب بكدمات متفرقة، وعبد القادر عين عين 38 سنة نجل عم الأول الذي أصيب في الرأس، والطرف الثاني بعبد الصبور به عين الذي أصيب بجرح بالرأس، ووجيه به عين 50 سنة، وجميعهم أبناء عمومة. وتمكنت القوات من ضبطهم وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض زراعية. مصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر عاجل آخر وأمر عاجل من الرئيس السيسي بشأن الربط الكهربائي مع دول الجوار. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات جديدة للحكومة بمتابعة تطورات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وخاصة مع ليبيا. وتناول اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الكهرباء محمد شاكر خطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء ومحطات رفع المياه في شمال ووسط سيناء، حيث وجه بسرعة تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء لربط الشبكة الكهربائية في سيناء بالشبكة الموحدة بهدف نقل القدرة الكهربائية المطلوبة لتلبية احتياجات المشروع القومي المتكامل لتنمية سيناء. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن وزير الكهرباء عرض آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار خاصة مع ليبيا، بما فيها الدراسات الحالية لرفع قدرة شبكات الربط بين البلدين وتوسيع المحطات القائمة بالفعل وإنشاء خطوط ربط جديدة، كما تم استعراض جهود التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والإسكان بخصوص مشروعات محطات تحلية مياه البحر، فضلا عن عرض مخطط التعاون مع عدد من الدول الإفريقية في مجال المحطات العائمة لتوليد الكهرباء والتي تهدف لتزويد تلك الدول بالطاقة بشكل سريع وقدرة عالية. كما عرض وزير الكهرباء مستجدات أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر بالتنسيق مع وزارة النقل وشركة العاصمة الإدارية الجديدة. المصدر معانا كان من صدى البلد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. أتمنى أكون استفدتوا، ولو استفدتوا ياريت ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو على صفحتكم الشخصية أو في المجموعات عشان غيركم يستفيد إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. كان معكم إسلام الأمير وأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.